توصل إلى أنه يجي عندنا قاضي في بعض بلاد المسلمين ويلهف إلى 600 مليون ريال، زين، عدا ونقدا، بعدين لما يؤخذ يقول يا أبا مو أنا اللي أخذت وإنما أنا مسحور، هذا الجن اللي قاعد يشتغل، هو الجن راح وقع، وهو الجن راح وأخذ، وهو الجن سوى تحويلات، وهو الجن اشتغل على الإنترنت، كل هذا الجن سوى، أنا مسحور، أنا ما قاعد أسوي شيء. طيب، وأسوأ من هذا أن بعض الهيئات شبه الرسمية تقبل هذا الكلام وتستمع إلى الشهادة وتثبتها على أساس أنها جزء من الدفاعيات. مساكين ذولاك حسني مبارك وبن علي ما كانوا ملتفتين إلى هالجنان، وهذول اللي يسرقون بال600 مليون راحت عليهم. كان يقدر يقول حسني مبارك والله أنا 70 مليار اللي أخذتها مو أنا أخذتها، هذا جني هو اللي أخذها وجو خلاها في حسابي، أنا شكو، روحوا حاكموا الجني. هذا حقيقة منتهى الإسفاف والاستخفاف بالعقول عندما توصل الأمة إلى هذا المستوى. ولذلك بعض المغامرين شاف القضية بسيطة فبدأ يعرض جنا للبيع، منو يشتري جني 70 ألف ريال قيمته؟ زين، هذا بعد ما يحتاج لك لا سايق ولا شغالة ولا ما أدري كذا، فقط يقول شبيك لبيك عبدك بين يديك، يجي إليك 70 ألف ريال. راح وباع، باع عددا من الجن بهذا المقدار. فهذول المغفلون لما شافوا هذا الجني ما يجي، كلما يدقوا عليه جواله مسكر حسب التعبير، طيب، افتهموا أنه لعب عليهم، راحوا قدموا إلى المحكمة أنه يابا هذا باعنا جني، وتبين هذا الجني ما حاضر يجي يخدم. أرأيت إسفاف واستخفافا بالعقول إلى أكثر من هالمقدار، بحيث يبدأ من حالة هوس وأسطورة إلى حالة شبه قانونية إلى حالة قانونية وقضائية، وتتعامل معها بعض الدول على أساس أنها حقائق ثابتة ووقائع قائمة. هل ممكن أن يكون هناك إسفاف أكثر من هذا المقدار؟